الحقيقة دكتور ياسر، لما بنعمل استطلاعات أو مداخلات مع بعض المسؤولين أو قيادات في وزارة الزراعة أو حتى العلماء في مركز البحوث الزراعية، بنشعر إن قد يكون هناك فعلا جهد وفي شغل بيحدث، لكن إلى أي مدى الدراسات العلمية في مراكز البحوث الأخرى بترصد إن هذا الجهد في مجال الزراعة في سيناء بيؤتي بثماره؟ ده رقم واحد. و النقطة الثانية المهمة، هل هو كافي ولا لا، ده احنا محتاجين مزيد، والمزيد ده يجي ازاي؟ زي ما قلت لحضرتك قبل كده، تنميه سيناء هو اراده سياسيه. اذا توفرت الاراده السياسيه لتنميه سيناء عند اكبر مسؤول في الدوله هتتنمى سيناء. لان لما نقول ان في زي ما قلت لحضرتك اكتر من 200 رساله ماجستير ودكتوراه والاف الابحاث اللي عملوها الباحثين في مركز بحوث الصحراء، وبعض الباحثين كاتجاه حديث في مركز البحوث الزراعيه في نفس الاتجاه، طب النتائج بتاعتها دي فين؟ لما الاف الابحاث دي ما فيش منهم 100 بحث تطبيقي اقدر اطبقه؟ اكيد في. هي النقطه بقى، طيب هي لازم هذا الكلام يتاخد يتطبق. خطط تنميه سيناء، العشرات من المؤتمرات اتعملت، العشرات والمئات من التوصيات اتعملت وخرجت، طب بتنفذش ليه؟ فين؟ طب حضرتك كباحث في هذا المجال مهتم، انا عارف من فتره طويله، عايز تديني نموذج لبحث أجري والنتائج بتاعته ايه؟ واعتقد ان حاج على اللابتوب في اشياء توضيحية ممكن تفهمنا اكتر او تقربنا اكتر من هذا الموضوع. ايه اللي ممكن نعمله؟ النتائج دي ازاي نوصلها ونوصلها بشكل فاعل، يعني ان هي تتحول فعلا لنتائج تطبيقية على ارض الواقع؟ هو حضرتك بالنسبة لي المحطات البحثية اللي هي موجودة عندنا في سيناء من اهم الادوار اللي بتلعبها اللي هو الدور الارشادي. فكل هذه المحطات بيتعمل فيها برامج ارشاديه لاهالي سيناء اللي مجاورين للمحطه، كل في منطقته. البرامج دي بتتعمل ازاي حضرتك؟ بيبقى بيحصل ان الباحثين بتوع المركز اللي عملوا ابحاثهم داخل المحطه البحثيه طلعوا بنتائج، بيختار افضل هذه النتائج وتصاغ في صوره برامج ارشاديه، وبيتعمل دورات ارشاديه بتتم دعوه المهتمين واهالي سيناء والمزارعين في المناطق ديت، وبييجوا يحضروا في المحطات يبتدوا يتنقل لهم هذه الخبرات. ده جزء. الجزء الثاني ان بصفه مستمره بيحصل عمليات زياره من الاهالي للمحطه غير اللي شغالين في المحطه من الاهالي برضه. اي فبتنقل هذه الخبرات دي. طيب احنا معانا مداخله مع مدير محطه الشيخ زويد تابعة لمركز البحوث الصحراء، دكتور وائل. دكتور وائل مساء الخير. مساء النور يا فندم. يعني باعتبار حضرتك احد سكان المنطقة هناك، يعني عايز حضرتك في البداية كده اوصف لنا الاوضاع في سيناء الان بعد الحادثة اللي حصلت مؤخرا وراح ضحيتها 16 او يمكن اكتر من ابناء القوات المسلحة، يعني حادث اعتقد له مردود كبير. ايه الاوضاع عندك على ارض الواقع؟ هو حضرتك طبعا في البدايه بنترحم على ارواح شهدائنا الابرار، الله يرحمهم ويعني يتقبلهم فسيح جناتهم. نعم طبعا الحدث اللي حصل ده يعني اصاب الناس بشيء من الصدمه، يعني الناس يعني اللي هم اهل المنطقه يعني صابهم بشيء من الصدمة. أيوة. ومنهم ناس كتيرة أعرفهم كويس، يعني كانوا يعني إيه معتبرين إن رد الفعل اللي هو اللي إحنا بنشوفه دلوقتي على الشاشات والتلفزيونات والحملة نسر والدبابات والحاجات اللي إن ده تأخر. اتأخر. اتأخر. يعني ده لأن كان في قبل كده مؤشرات كان تستلزم إن الـ 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 يعني الـ الـ الوضع يكون سابع على كده. أيوة. يعني الجهازية بتاعتنا والاستعداد يكون سابق على كده، لكن أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي. بالضبط، يعني دلوقتي كويس دلوقتي إن ابتدى يبقى في شغل يعني. يعني ده بدأت الناس تستشعره، وبدأت الناس يعني تأيده تماما، وبدأت الناس تدفع الثمن. تدفع يعني الثمن. إزاي؟ يعني
يعني حضرتك يمكن سمعت النهارده في حد من وجهاء القبائل هو وابنه اتقتل على كمين الخروبه، واخد بال حضرتك، لتأييدهم للحمله الامنيه دي، واخد لي بال حضرتك. فيعني يعني اللي قتلهم الارهابيين يعني او العناصر المسلحه، احنا ما عندناش معلومات مؤكده، لكن ممكن حضرتك تقيس بالقياس يعني. ايوه طبعا، واخد بال حضرتك. مين المستفيد بالظبط كده؟ فتش على المستفيد. ايوه فحضرتك يعني الناس كلها جدا جدا بالحمله الامنيه، وتتمنى لها ان هي تنجز على المهمه الثقيله دي اللي احنا نعلم انها ثقيله في اسرع وقت ممكن، لكن برضو باعتباري من اهل المكان برضو الحمله الامنيه مش هي الحل الكافي. طيب حضرتك يعني ادينا روشتة من اهل المنطقه للحل الامثل. شوف حضرتك، الانحراف الفكري، الانحراف الفكري او انك تصطاد مجموعه من صغيرين السن وتبس فيهم فكر معين، فكر ظلامي تخريبي، واخد بال حضرتك، اكيد اكيد لو انت حاضر باجهزه الدوله بتوعيتك بمشايخ الازهر المحترمين اللي احنا بنجيب لهم، بسجدك واخد بال حضرتك، بتثقيفك للناس، بمحاربتك للفكر السيء بفكر وسطي معتدل، ده هيوفر عليك مواجهات كتير جدا لما الحاله تتفاقم. تمام، دي نمره واحد. كويس، يعني انا ارى ان المسارين لابد ان يكونوا على التوازي، يعني حتى يعني المسار انك انت يكون في زي ما في حمله امنيه يكون في حمله من مشايخ الازهر وعلمائنا الكبار الاجلاء بتحارب هذا الفكر، لان سهل جدا جدا الفيروس ده يتنقل، وخصوصا لشباب بسطاء ما عندهمش خلفيه، ممكن اي حد يعني بلسان كويس وبيتكلم بالطريقه اللي انت عارفها يغسل دماغه. تمام، واخد بال حضرتك. برضه حضرتك العلاج الذي تاخر، مشروع القومي لتعمير سيناء او لتنميه سيناء اللي تاخر 20 سنه كان اجتذب قطاعات عريضه من هؤلاء الشباب اللي ممكن يصطدم الفكر الضال ده، لو احنا نفذنا ولو حتى 50% من اللي احنا كنا المفروض ننفذه في وقته. في تباطؤ شديد، يعني في نوع من في شوف حضرتك عشان أكون يعني تباطؤ يصل الى حد الاهمال يعني. شوف عشان اكون صريح مع حضرتك، احنا من قيمه شهر او شهر او شهرين بالظبط كان في ورشه عمل كبيره جدا جدا في جامعه سينا، كل التخصصات، كويس، اهل الزراعه واهل الصناعه واهل التعدين، كان بيستضيفها الدكتور حسن راتب ومركز بحوث جامعه سينا، وعمل ورش عمل يا جماعه لو عايزين نعمر سينا نعمل ايه، ورشه عمل في الزراعه، ورشه عمل في السياحه، ورشه عمل يعني الدراسات والبحوث موجوده. لا انا هضيف لحضرتك اللي حصل، واحنا بنعرض في نهايه المؤتمر بتوع الزراعه وصلوا لايه، وبتوع الصناعه وصلوا لايه، وبتوع السياحه وصلوا لايه، وقف واحد اخ جليل يعني نقيب مهم في المكان، قال يا جماعه الكلام ده جميل جدا جدا وحاسس الاحدى قلناه من 20 سنه. ايوه والله. فلك ان تتخيل الروشتات جاهزه بس التنفيذ بعيد عن المريض، والمريض حالته تتدهور. طيب علشان التنفيذ ده يتم يعني بصوره واضحه على الارض في سيناء، ايه اولى الخطوات اللي ممكن ان يعني تتخذ، وبالتالي نفتح الباب ده وربنا ييسر بقى يعني الامور تمشي طبقا لجدول زمني محدد معروف. بالظبط كده، بالظبط حضرتك اشرت لنص الحل. اولا اراده سياسيه حقيقيه لانهاء مشكلتي، البيت الخارب يسكنه البوم والعنكبوت وكل الحشرات اللي في الدنيا. طبعا لما تتركها بدون اعمار وبدون خطط تنميه حقيقيه، توقع ان يظهر لك فيها وانت في مكان له حساسيه خاصه بغض النظر ان احنا نوضحها الناس عارفاها يعني. طبعا طبعا، دي نمره واحد، الاراده السياسيه، توفرت الاراده السياسيه والصدق في تنفيذ تنميه سينا ده نص الطريق. كويس، انما مش هنقعد نمثل ونستعرض ونقعد نفتح مش عارف ابصريه عشان يتقفل بعد بكره، ونطلق الميه في الترعه يومين ثلاثه وبعد كده نقفلها تاني. ايوه يعني النظام ده خلاص يعني، لا ما اعتقد ده كان يعني زمن معين وانتهى. تمام، ويعني أتمنى بنتمنى أتمنى على الله كمان ان أتمنى يعني ان نكون استفدنا منه. تمام، ومن اخطائنا وما نكررهاش. نمره تمام. اثنين، طيب خلاص عملنا احنا الهيكل اللي احنا وثقنا فيه ان هو هيتولى عمليه تنميه سينا
بمشروع قومي بمحاور بشخصيه هيعتبره وزير لتنميه سيناء، هياخد تعليماته المباشره من رئيس الوزراء او من رئيس الدوله، لازم يكون لي وضع مميز حتى انفذ الخطط وفقا لبرنامج زمني غير قابل للترحيل او التاخير. انا لو بعمل انجاز محدد في سنه، اكيد السنه اللي بعديها هبني على اللي بنيته في الاول. طبعا الجدول الزمني ده نقطه محوريه يعني، والحساب يكون عسير قارم جدا، نظام انجليزي. ايوه، اديت اللي عليك انت تنتقل للمرحله، ما اديتش تمشي ويجي غيرك يأدي. صح صح، واخد بال حضرتك؟ تمام. لو احنا نفذنا الخطوتين دول مع الاستعانه بخبرات اهل المكان، وخلي بالك اهل سينا عندهم ذكاء فطري يعني. طبعا طبعا، يعني انت لو هتيجي تشق ترعه ولو جبته من غير دراسات وسالت واحد من اهل سينا هيقول لك المسار الصحيح. ما يعني في المثل الشهير نقدر نقوله على اهل سينا، اهل سينا ادرى بشعابها زي ما بنقول في كل الملفات. طيب هل يعني موضوع تمليك الاراضي لاهالي سينا ممكن يكون يعني ده مربط الفرس، نقطه في يعني زي ما بنقول الاساس في كل السيمينارات والمؤتمرات اللي انا حضرتها؟ التوصيه رقم واحد حل مشكله تمليك ارض سينا في كل ورشات العمل وكل المؤتمرات، حل مشكله تمليك. ليه حضرتك؟ هل في حد مستثمر في الدنيا يصرف فلوس في ارض ما بتقولش ليه في الاخر؟ طبعا حق الدفاع. ايوه، مهما طال يا سيدي الفاضل، حط الضوابط والشروط والمعايير اللي انت عايزها، فاهمني؟ طبعا يعني الامر واضح ومتوصف، حط الضوابط وحط الشروط القاسية جدا جدا. أيوه، لكن ما تخلينيش يا بني في غير مهجك، انت فاهمني حضرتك؟ تمام يعني تمام. يعني احنا كده بنناقض نفسينا، منين بنعمر؟ ايوه، ومنين ما بخليكش. ما بقولش يا ابناء سينا، بقول حضرتك مستثمر جاي بفلوسك، ازاي ما تتملكش ارض انت هتعمرها وتزرعها وتعمل عليها مصنع؟ صحيح. يعني النقطة دي أعتقد واضحة ومحتاجة فقط لقرار جريء ينهي هذا الأمر. قرار، وخد حضرتك عندك تخوفات، شايف أنت الأرض تنتقل ملكيتها من الإكس ولا الواي، خد كل الضمانات والشروط الشديدة، لو الأرض دي راحت كده هسحبها منك وأعمل عليك كذا وكذا وكذا وكذا. تمام، والعقد شريعة المتعاقدين. دكتور وائل مدير محطة الشيخ زويد تابعة لمركز بحوث الصحراء، شكرا جزيلا لحضرتك لهذه المداخلة، وتحياتنا ليك ولكل أهالي سينا، شكرا جزيلا.